أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. الصحة تاج عروس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، وصحتك في أكلتك. الكلام ده بنقوله نظري، إحنا معانا يوم الحد من كل أسبوع بنطبق الكلام ده عملي. معايا الأكل الصحي النهاردة ومن بيت التلاجة ومن المطبخ بتاعك، ومش بكلفك حاجات كتيرة. معانا صدور فراخ، معانا رز مصري، معانا كوسة، معانا شوية شوفان، جبنة شيدر مبشورة، معايا صويا صوص، معايا بصل، معايا توم، يعني كل اللي موجود في المطبخ عندك، ولكن أنا بحوله بأكل بطريقة صحية. بنسبة كام يا مغازي؟ تقريبا بنسبة من 80-90%. بنجتهد، المهم إن النسبة دي أو المجموع ده يدخلنا مرحلة أولى تنسيق فوق 80، فوق 75%. حلو الكلام؟ يعني مثلا النهاردة معانا مخرجنا الجميل الكوسة بوريه بالشوفان. ايه فكرتها؟ تفاصيلها هنشوفها مع بعض. كوسة وشوفان وبصل وتوم. معانا رز النهاردة بالفراخ والصويا. استخدمت الصويا صوص كبروتين نباتي، والفراخ كبروتين حيواني، مع الرز المصري نشويات وكربوهيدرات فهعمل الطبق الرز ده حاجة كده بنت عم الفرايد رايز، ولكن بطريقة لطيفة وجميلة. اما نيجي بقى لطلب السادة المشاهدين من خلال السوشيال ميديا، عايزين الكيكة الاسفنجية. الكيكة الاسفنجية هي أساس أي تورتية بنعملها. نعمل تورتة بالشوكولاتة، تورتة بالمانجا، تورتة فور سيزون، الحاجات دي كلها، ولكن نعمل الكيكة الاسفنجية النهاردة بالشوكولاتة. إيه أسرارها؟ بياض بيض فقط، صفار البيض بريء منها من الكيكة الاسفنجية. هنعملها مع بعض إزاي؟ تفاصيلها أكيد بسيطة وسهلة، وأعتقد إن إحنا هنبدأ بيها أول ما نشتغل عشان ندخلها الفرن ونخلص منها على ما تطلع ونسقيها الشوكولاتة وزي الفل. مش عايز أطول حضراتكم، لأن في الحلقة النهاردة أكل صحي وفيها تدقيق وفيها لازم نركز فيها شوية، فهنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. وصحتك في أكلتك أو تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض الكيكة الاسفنجية بتتعمل ازاي للمبتدئين في المطبخ. ألف باء مطبخ، سنة أولى مطبخ، عروسة جديدة عايزة تعمل الكيكة الاسفنجية، تسقيها عصير مانجا، تسقيها شربات، تسقيها عسل، تسقيها كاكاو، تسقيها شوكولا. هي الكيكة الاسفنجية بتطلع من الفرن هشة لطيفة وجميلة، ونقدر ان احنا نديها الفليفر والطعم اللي احنا حابينه. مقاديرها على الشاشة. بياض بيض، بياض 5 بيضات كبار او 7 بيضات متوسطين الحجم. معانا بيكنج باودر معلقه، شويه فانيليا، معانا من الكاكاو نوعيه جيده تقريبا 1/2 كوب، معانا من الزيت 1/4 كوب، ومعانا من الدقيق 2 كوباية. وتعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. هتقولي مفيش مقادير سكر في الكيكه. انا مش عايز في سكر في الكيكه، عايز اسقيها الشوكولاته، هيبقى طعمها لطيف وجميل، والشوكولاتة هنا هديها فليفر وطعم. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. اصل لو سقيتها سكر هيبقى هي حطيت عليها شوكولاتة، حطيت عليها اي عصير، عصير برتقان كده ملوش مكان بينا. فتعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. والكيكه الاسفنجيه موسوعه لكل ست بيت تقدر تبتكر فيها. اول حاجه هخفق بياض البيض، في بوله زي دي كده بنحطه هنا. حلو، الرز فار معايا اشيله من النار. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه بياض البيض باخده بخفقه بمضرب، مضرب بيض مثلا، مضرب اليدوي يطلع معاك يبقى زي الفل، مفيش اي مشكله بالشكل ده كده.
لحظة الولادة للمرنج، لحظة الولادة لبياض البيض، لحظة الولادة لأساسيات المرنج بالشوكولاتة في أيام الشتاء، مرنج بالتفاح، مرنج بالليمون، مرنج بالفانيليا. اهو شكرا. بيسالوا دايما على السوشيال ميديا شيف بوغاز لما اجي اخفق بياض البيض ما يطلعش معايا مظبوط، ايه السبب؟ علل ولماذا؟ بياض البيض عشان تخفيه ويطلع معاكي مظبوط يا ست الكل، لابد انك انت تكون الاواني اللي بتشتغلي فيها زي البوله زي المضرب ما فيهوش اي اثار للميه، دي رقم واحد. تفصلي بياض من الصفار بطريقه احترافيه ما يكونش فيه صفار بيض عشان يطلع معاكي بنفس القوام ده كده. بياض البيض طالما خفقته كده ده اساس المرنج، مرنج بالتفاح، مرنج بالليمون، مرنج بالعسل، زي الفليفر اللي انت عايزاه، ودي طبعا من الاطباق الحلويات المشهوره في المطبخ الفرنسي. تعالوا نبدا نشوف بقيه المقادير معانا. معانا الدقيق 2 كوب، انا شايف الدقيق ده كتير، هنقلله شويه عشان عايز اعمل تورتيه حلوه كده. حلو، بناخد هنا الزيت حلو الكلام، بنحط على الزيت ده يا عم الشيف شوية حليب، وشوية ملح صغيرين، معلقتين سكر، السكر ده مش هو مقدار السكر بتاع الكيكة، يعني بايدك كده هم دولت كفايه بالبركه كده. بنخفق دول مع بعض، سكر، ملح، حليب، زيت، خفقناهم. بالشكل ده كده حلو قوي. معانا الدقيق، بناخد كده من الدقيق بتاعنا الجميل الحلو ده كوبايه اتنين كفايه دول، بنقلبهم كده تقليبه بالشكل ده كده، نحط عليهم البيكنج باودر. بياض البيض هو هنا السر بتاعنا، يتخفق كويس في درجه حراره المطبخ تقريبا اهو. عايزه تعملي كيكه بالشوكولاته لطيفه كده حلوه تطلع معاكي تبقى لطيفه بالشكل ده كده اهو. الله، نقلبه كويس كده، بناخد الخليط اللطيف ده كده نسقطه على بياض البيض بالمضرب، بنخفقه تاني اهو. عندنا كسروله، الكسروله دي ممكن تكون متوسطها مثلا 20 في 30، نقلب كده الخليط ده كده، الله يطلع معايا. بنحط شوية حليب، قلبناها. أهم حاجة عندك درجة حرارة الفرن 180، وحذاري إنك تحط حاجة معاها. الكيكة الإسفنجية ما ينفعش أفتح الفرن إلا بعد مرور 15 دقيقة. شايف القوام عامل ازاي؟ اهو البياض والحلاوه، بص القوام مخرجنا الجميل. طبعا دي المفروض تنضرب في خلاط، انا شغال بايدي عادي اهو زي الفل وطلعت معايا.
تحتاج منك شويه مجهود بس اعتبرها رياضه اهو. شايفه القوام؟ نجيب القالب بتاعنا اللطيف، تعالى بندهن سمنه او زبده وبنحط رش الدقيق فيه بالشكل ده كده، وناخد المخليط ده كله مع بعضه نسقطه هنا. نفس المقدار ده ممكن نعمل السويس رول اللي احنا عارفينه بالشوكولا او بالمربى، بس في الحاله دي بتحط في صاج او في صينيه مستطيل 30 في 60 مع ورقه زبده وندخله الفرن. هناخدها زي ما هي كده، ندخلها الفرن يا عم الشيف ودرجه حراره 180 اهي. بس لازم هنا يكون مكانها يتحدد صح. يتحدد ازاي؟ بالشكل ده كده اه. في الفرن هنا، تعالي يا حلوه يا بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكيكه الاسفنجيه بتاعتي، عشان تبقي في الامان. ايه الصوره الحلوه دي؟ عشان تبقي في الامان تعملها بيضه. تقدري بقى تحط الفليفر اللي انت حباه. احنا معانا كاكاو ومعانا شوكولا ومعانا زبده ومعانا حليب. المطلوب مني ان انا اعمل صوص شوكولا بتاعي انا اللي بحبه انا. هنشوف ازاي الكيكه تطلع من الفرن. عطشان يا سمراني اسقيني شوكولا. هنطلع فاصل صغير ونرجع للاكل الصحي النهارده، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ولكن ننتهز يوم الحد من كل اسبوع بنعمل اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. تعالوا استخدمنا للكوسه مثلا، نوع من انواع الخضار ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا به، وهو من فصيله الدرنيات البسيطه السطحيه. لما نيجي نجمعها ونحصدها من الحقل او من الغيط او من الارض الزراعيه، بنلاقيها على وش الارض كده، زي البطيخ، زي الشمام، الحاجات اللي زي الخيار وهكذا. ولكن الكوسه من فوائدها يا عم مخرجنا الجميل، رقم واحد مفيده جدا للكولون، بتعالج الامساك. الالياف بتاعتها الياف طبيعيه لطيفه جميله وحنينه على المعده، مفيش منها اضرار. مريض السكر ياكلها، مريض الضغط ياكلها. دي اكل دايما يقول لك انت تعبان، كل خضار سوتيه. خضار سوتيه بيتصدره الكوسه والبروكلي. الكوسه عشان تحافظ على لونها الاخضر الجميل، لازم لما في حاله لما نستخدمها نعملها خضار سوتيه، نحط مع الماء السلق ذره من الملح. دي من الفوائد الاولى بتاعتها، مفيده جدا للقولون، بتساعد على الهضم، مفيده جدا للي عنده ارتجاع مريء، عندك امساك تاكل كوسه، مفيده للقلب، بتنشط ضربات القلب، بتنزل الكوليسترول اللي موجود في الدم. الكوسه مفيده يا اخوانا، واعتقد هي من الاكلات اللي هي لها قديم الزمان من ايام الفراعنه، اللي هو القرع الجميل الحلو. حلو الكلام. فدي الكوسه من نفس فصيله القرع. القرع طبعا عارفين اللي هو بتبقى الحبه الكبيره، في منه الوان الابيض والاصفر، ودي برضه فصيله اليقطين اللي هو القرع العسلي اللي مش محتاجين نتكلم عنه. اللب حتى اللي هو قلب القرع مفيد جدا، غني جدا ومفيد جدا لعلاج امراض كتيره، وبيخش في الادويه. ده اللب بتاع القرع العسلي، ما بالك والقرع العسلي نفسه نعمله جراتان، نعمله ايس كريم، عملناه نعمله في الفرن حلو، نعمله حادق حسب الرغبه. حبيت بس اتكلم عن القيمه الغذائيه بتاعت الحاجه اللي انا بشتغل بيها، سواء قرع عسلي سواء سبانخ وهكذا. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي سوتيه، او نعملها ازاي بوريه. بصلايه على النار تتقطع بالشكل ده كده. استخدامنا للمادة الدهنية ألف بقى مطبخ صحي، معلقة زيت زيتون. هنهرب من الزبدة، نهرب من السمنة. بس بصراحة يعني لو احنا هناكل الكوسة ومش بنعمل أكل صحي، معلقتين سمنة بلدي حكاية، بتوديها في حتة تانية، أصبح فيها بروتين حيواني بطريقة غير مباشرة. هناخد معلقتين الزيت وناخد البصلاية دي نشوحها نص تشويحة عشان تنضرب بوريه في قلب الإيه؟ الكوسة. وهي بتتحمر البصلاية اللطيفة دي بحط عليها معلقة زعتر. تقوم ايه تشيل ريحه البصل من الشقه، المطبخ بتاعك ما يبقاش ريحته بصل. نقلب دول كده مع بعض. دي الف باء اهو، واسيب البصلايه على النار كده تتشوح، مش عايزه تاخد لون. حلو.
اعمل ايه يا عم الشيف؟ اخد الكوسه بتاعتي الحلوه دي كده اقطعها بقى بالشكل ده كده. الكوسه ما تتقشرش، الكوسه تتجاب تتغسل مره واثنين وثلاثه في الفرشه بتاعت غسيل الخضار موجوده في اي سوبر ماركت اللي هي بتغسلي بيها الاطباق، هي هياها بس بتخصصي واحده للخضار، فيها ناحيه ناعمه وناحيه خشنه. الناحيه الخشنه والناحيه الناعمه دي بتستخدميها في غسيل الخضار زي الكوسه زي الخيار زي انواع الخضار اللي هي ذات قشره رقيقه، ما يفضلش ان احنا نقشرها. اساس الكوسه هيت بنقطعها بالشكل ده كده، هننزل بيها على البصله ونسلقها كويس. بعد ما بتتسلق بتنضرب في الخلاط او بالمضرب عادي، وبنضيف لها شويه شوفان. اللهم صل على النبي. روحي يا كوسه في قلب النار، روحي يا كوسه في قلب النار. دي بتستوي بسرعه، بمجرد ما تقطعي الكوسه نصين بتكسبي 50% من الوقت في التسويه بتاعتها. حطيتيها سليمه بتاخد وقت شويه، علل ولماذا؟ لان القشره بتاعت الكوسه بتحمي قلب الكوسه من التسويه، عشان كده لو قطعناها كده في قلب كسكسي او في قلب خضره بتستوي بسرعه، حطيناها سليمه بتاخد وقت شويه. اه ادي الكوسه بتاعتنا الجميله. نعم، ليه سموها كوسة؟ سؤال وجيه على فكرة. أسمع الحدوتة تقول والحكاية تقول زمان في سوق الخضار، عشان الكوسة بيبقى لها زهرة كده أول ما بتطلع عليها الشمس بتسقط منها، فكانت هي تخش الأول حاجة سوق الخضار يتعمل عليها مزاد عشان ما تبص. فالزهرة بتاعتها لونها طبعا بنفسجة واللون الأصفر الجميل باللون ده على ما أعتقد، فعشان تخش بسرعة السوق يقول لك كوسة، فيخش طالما العربية محملة كوسة عربية الخضار تخش الأول هي سوق الخضار. الأقاويل تقول كده والروايات تقول كده، هل صحيح أم غير صحيح؟ الله أعلم. بالشكل ده كده خدنا الكوسة قطعناها بالشكل ده كده في قلب الحلة، نقلبها عندنا مشاكل مع الكولون، عندنا مشاكل مع الهضم، عندنا مشاكل صحية مع ارتجاع المريء، كوسة آمنة. أنا هدعمها بقى بشوية شوفان، بس الشوفان مش هتحط دلوقتي خلي بالك. آه زي ما هي كده على النار أقلب، أخليها تتشوح مع البصلة، تتشوح مع التومة. حلو، فين التومة؟ أهي زي الفل. نحط لها شوية كرفس، ده توم، توم حارق للكوليسترول. معانا شوية كرفس حلوين مفرومين ناعم بنحطهم. الله، حلو، ونقلب كل ده مع بعضه. حاجة بثلاثة تعريف اهي، بس القيمة الصحية بتاعتها حكاية موسوعة من القيمة الغذائية. دعمتها ببصل ودعمتها بتوم. بصل والتوم مش محتاجين نتكلم عنه، ده أساس كل المطبخ، مطبخ غربي، مطبخ شرقي، مطبخ صيني، مطبخ ياباني، البصل والتوم الأساس أهو. ومن نعم ربنا علينا احنا المصريين البصل والثوم بنصدره للدنيا كلها من خير الارض بتاعتنا الجميله، بصلوها وثومها وعدسوها. اه شفت الحلاوه؟ يعني تعرفوا ان اساسيات اي مطبخ في الدنيا بيطلع من الارض الطيبه مصر. هنخلي ده كله على النار يا عم الشيف يستوي. بعد ما بيستوي بينضرب في قلب الخلاط. حلو الكلام؟ اه ننزل بالميه المغليه عشان نكسب وقت. اه بس خلاص كفايه، ونغطيها ونسيبها تستوي. ولكن واقفه هنا للامانه، يعني انا دايما لما بكون عندي معلومه والله العظيم، خلي بالكم اللي عنده معلومه عنده حاجه حلوه عنده نصيحه ويحبسها جواه ويبخل بيها لجهنم وبئس المصير. خلوا بالكم مهم جدا المعلومه هنا. انا بعمل كوسه دلوقتي بوريه، مش عايز اعملها صحي، معلتين كريمه لباني مع خفق بقت حكايه، اخلط معاها جبنه شيدر او جبنه بارميزان بقت حكايه، حطيت عليها وايت صوص ودخلتها الفرن بقت جراتان بقت حكايه. دي مدارس بقى، مدارس. هي الكوسه في كل المطابخ بتستخدم في حاجات كتير قوي. في اخواننا في الصين الكوسه اساس التشاينيز بتاعهم، سواء بيف تشاينيز او تشيكن تشاينيز او شريم تشاينيز، الكوسه تلاقيها والخيار والسبانخ ده موجود اساسي. هنخليها ونحطها على النار مع رشه ملح صغيره كده ونقفلها ونخليها. حلو الكلام، نخش على اللي بعده. عندي رز
بالدجاج والصويا، اكل صحي برضه. رز بالدجاج وص... نعم يا غالي. والله بص بص عليا في الفرن، الكيكه الاسفنجيه طالعه في طريقها للوصول ان هي ترتفع. ما ينفعش ان انا افتح الفرن، عشان كده انا ما عنديش حاجه ادخلها الفرن النهارده. حلو، نشوف مقادير الدجاج. عينيا طالما جايب الدجاج على الشاشه بيقول لي بشياكه مقادير الدجاج بالصويا. صدور دجاج، رز مصري مسلوق مسبقا في ماء مع قليل من الخل. رز مصري مسلوق في النار من غير ملح، ميه ونقطه خل صغيره وعصره ليمون. سلقه الرز بالشكل ده كده، مع صدور دجاج مع بصل وتوم وصويا صوص. الصويا صوص بديله للملح، الصويا صوص بروتين نباتي وبروتين مفيد جدا بديله للملح. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي، ده مهم جدا. بنحط طاسه على النار، نخلي الكوسه هنا ونحط دي هنا. ايه الاخبار؟ ده انت تولع، متزعلنيش. حلو، ليه بقى؟ انا عايز نار شديده للفرايد رايز. حلو يا حاج، حاج تمام، حلو قوي. اهم حاجه ان الكوسه هنا تاخد غلوه، بعد ما بتاخد غلوه على النار يا عم الشيف بتنضرب في قلب الكبه او في الخلاط عادي زي ما احنا عايزين، مفيش مشكله. تمام، نخليها كده على النار ونسيبها. تعالوا نشتغل مع بعض الدجاج بتاعنا. صدور الدجاج بنقطعها مكعبات، صدر 2-3 زي ما قلت لحضراتكم الكميه حسب عدد افراد الاسره. حلو، سكينتك حاميه، بنمسك صدر الفرخه ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد كده الموزه دي كده مش عايزها، وناخده كده اول حاجه بالشكل ده كده. الله، ونفس القصه هنا الموزه دي نخليها كده. وناخد دي كده نفس القصه. هنقطع الفراخ دي مكعبات صغيره. حلو، نعم يا غالي، نقدر نعمله بالفراخ، نقدر نعمله باللحمه زي ما احنا عايزين. السكينه تكون حاميه في التقطيع دايما، الانسجه بتاعت الفراخ ما بتتحملش السكينه البارده، لازم تكون سكينتك حاميه عشان ما تهريش معاك الانسجه بتاعت الفراخ. وانت بتسن السكينه يا اختي خلي بالك لا تعوري نفسك. احتكاك المعادن ببعضيها بعد السن السكينه يتطلب مننا تعقيم السكينه بالشكل ده كده. ونمسك الفراخ دي نقطعها كده. الله، شفت بقى ازاي؟ هو ده كده اهو، مكعبات صغيره. عندك صدر فرخه كنت عامله ملوخيه مثلا او عامله صينيه بطاطس بالفراخ، وعندك صدر فرخه مستوي، هتطلعيه تقطعيه مكعبات. اهم حاجه انك تسلق الرز من غير ملح، معلقه خل زي ما قلت لحضراتكم علشان انا هستفيد بالصويا صوص هنا بديله للملح. ادي الفراخ تتقطع بكده في جريلا او في طاسه بتسخن على النار، عايزها تسخن جيدا. واخد الفراخ كده بالشكل ده كده. اهم حاجه وانت بتقطعي الفراخ ما تتغسلش بعد التقطيع، زيها زي الكبده. جبت صدور الفراخ وانت مثلا عايزه تعقميها عايزه تغسليها، مش ضامنه الفرارج اللي انت جايبه من عنده، تغسليها وهي سليمه. غسلتها وهي سليمه بماء بارد، بتنشفيها بشاش او بمنديل وبعد كده تقطعيها. ما ينفعش ان انا بعد ما اقطعها كده اغسلها، حذاري. اتبلها، اتبلها بايه يا عم الشيف؟ دي فينا عضميه هنا مش عارف ليه اللي جابها هنا. اتبلها بليمون، اتبلها بتوم، شويه البهارات بتاعتنا، بس طالما هستخدم صويا صوص فتتبيلت هنا هتبقى ايه؟ توم وقليل من النشا عشان النشا بيديها شخصيه. ادي صدور الفراخ بتاعتي زي الفل بالشكل ده كده، هخليها معايا واتبلها مع حضراتكم كده تتبيله لطيفه بعيد عن الملح من التوم بالشكل ده كده. حلو، بصلايه ناعمه على الفراخ. ده هيروح على فين يا شيف بعد كده؟ في طاسه بتسخن على النار ما نقلقش منها اهو. بصل وتوم، عصره ليمون على الفراخ،
كده مفيش مكان للزفاره بينا. ممكن نحط شويه فلفل اسود. اوعى ايدك تروح على الملح. كل ده انا على فكره بضيع وقت على الطاسه ما تسخن معايا. شفت بقى الاحترافيه؟ اه طاسه شديده الحراره على النار دي هنا. اه دي الجريله اللي انا هسوي فيها. ده زيت. اخد الفراخ دي بعد التتبيله اللطيفه دي كده. يلا بينا يلا بينا على بلد المحبوب. اه بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل بقى هنا. فراخ بالصويا صوص. نعم اصبر على رزقك، الصويا صوص مش هتتحط دلوقتي خالص. نقلبها ونهدى عليها شويه. حاضر يا غالي. بص على الكوسه عينيا. بص على الكوسه. شوف الكوسه دي اكله تانية خالص، بتستوي مع بعضيها. واسيب الفراخ تستوي مع بعضيها بالشكل ده كده. طبعا تقطيعة للفراخ بالشكل اللي شفناه مع حضراتكم ده بيساعد على تسويتها سريعا. عندي الكوسه بتستوي على النار، معايا رز مصري مسلوق مسبقا في ماء وقليل من الخل وجاهز عندي. الصويا صوص مش هضيفها دلوقتي خالص، خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الانتاج بتاعنا. الكيكه الاسفنجيه في الفرن هنعمل لها صوص الشوكولا مع بعض، مش جايبه جاهز. معايا كوسه بوريه مع الشوفان اكل صحي، معايا رز بالدجاج والصويا برضو اكل صحي بنسبه تنسيق مرحله اولى مع مرتبه الشرف. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. صوت الخلاط مزعج علشان كده انا في الفاصل خفقت الكوسه اهي. بس خلاص يلا تمام. بناخد الكوسه اللي اتضربت دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى هنا مخرجنا. بص على الحلاوه. هو ده اهي اهي. كوسه قبل وبعد. بالله عليك ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ونشيل الخلاط حبيبنا ده من هنا. ننزل بحفنة من الشوفان هنا. ايه البكبكة دي؟ ايه البكبكة دي؟ ايه البكبكة دي؟ حاضر يا فندم. اهي اهي اهي. هو ده. هو ده. طب قلب الشوفان كله؟ مخرجنا؟ اه 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 يا فندم. هو ده خلاص كفاية. نقلبهم مع بعض. اي نعم انا سريع شويه، مخرجنا الجميل بعتذر يعني، بس انت عارف ايه خلاص مدرسه الشيف انت عارف. نقلب الشوفان معاها بس ونسيبها على النار بقى. الشوفان عنده شويه ايه؟ كبرياء. الشوفان عنده شويه كبرياء عادي مع الكبرياء بتاعه ده بس مفيد. نعم عينيا. طلع الكيكه. بص على الكيكه بالله عليك، بص على الكيكه وسمي بسم الله. شوف الحلاوه وشوف الروقان. كيكه الاسفنجيه بص عليها في الفرن حبيب والديك. يلا يا مسهل حمام. طب تعال نعمل مع بعض صوص الشوكولا زي الفل. اه كاكاو على النار مع الشوكولا. نحط الشوكولاته زي دي كده. حلو. وندوب كده. ونحط شويه زبده، مكعب من الزبده. حلو. ما نكترش الزبده ونسيبها تدوب كده. طبعا بنحط كريمه لباني او حليب. دابت الشوكولا اهي. بتسيح في حمام مائي. ميه بتغلى على النار دي بتلاته تعريفه. ما عندكيش دي جيبي حله صغيره حطها فوق حله كبيره. خليكي كده بسيطه وسهله كل حاجه تبقى زي الفل. اه شوف الشيف المغازي هيعمل ايه بقى. سنه بابريكا على الشوكولا. يا ويلي هو ده. والشوكولا جميله الحلوه. سنه بابريكا حلوه. دي جديده بقى. دي جديده اهي. اه غريبه صح. ويا سلام لو حطيت فلفل اسود على الشوكولا. اه كل ده جربوه معايا. اه حلو. اه نطلع من جو الروتين والجو اللي احنا عارفينه. هناخد الكيكه بتاعتنا هيدي لها طعم لطيف جميل جدا. اه هناخد ده كده
ناخد الكيكة بتاعتنا الشوكولاتة. بص على الحلاوة دي كده، الله اهي. هناخد صوص الشوكولاتة بتاعنا اللطيف. يلا مخرجنا حبيبنا حبيب والديك، بص على الحلاوة والصورة تسبق الحديث. هو ده هو ده، الله يرحمك عم توفيق. ايه ده هو ده، اه اسيبها على النار بس خلاص. احلى كيكة بالشوكولاتة. طيب نسيب دي خلاص، خلصنا منها. نرجع للكوسة، اخبارها ايه؟ تقليب سريع على النار. ناخد صدور الفراخ نخليها هنا ونقلب كده. الشوفان صح، ايوه. لا ينزل سخن على سخن، اضرب الحديد وهو سخن. هناخد الشوفان مع الكوسه اللطافه هنا اهو. يعني لو احنا سيبنا صوص الشوكولاته يبرد، ما هيكلكع منه ويبقى ينزل ازاي سخن على الكيك؟ فلازم صوص الشوكولاته هنا يبقى في درجه حراره السخونه عشان ينزل معايا بشكل انسيابي على الكيكه. طب الكيكه بردت هتشرب ازاي صوص الشوكولاته؟ طبيعي، هي عمليه نسبيه وعمليه احترافيه في المطبخ. لازم تكون الكيكه سخنه وشايفين التفاصيل بتاعتها وصوص الشوكولاته سخن. فكره عمل الشربات بتاع البسبوسه، بسبوسه تشرب شربات سخن ولا بارد؟ اكيد سخن، هو ده. عندنا هنا الشوفان مع الكوسه، خلاص ده جاهز كمان نقدمه لحضراتكم اهو. بسم الله، ناخد الكوسه الحلوه دي كده، الله. يلا هو ده اهو، اكله صحيه لكبار السن، الاطفال بشكل احترافي. بس طبعا الطفل طبعا ممكن نحط معلقه سمنه، معلقه زبده، يستفيد بالبروتين الحيواني اللي موجود في الماده الدهنيه، غير لما نكون بنعمل اكل صحي. خلي بالك الحاجات اللي بتكلم فيها والتفاصيل دي مهمه جدا. عندك طفلك عايزك تاسسيه، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الطفل في عمر معين لغايه تقريبا سن 20 سنه. الجسم بيتكون والعظم بيتكون والذاكره بتتكون والمخ بيتكون، بعد ال 20 بيبقى تحصيل حاصل، بناكل عشان نعيش. انما لازم المرحله دي ياخد كل العناصر الغذائيه من الحديد للكالسيوم للمعادن اللي بتساعد على تقويه العظام والذاكره اللطيفه الجميله. اضافه الجبنه البارميزان او الشيدر على الكوسه وهي سخنه، لازم تكون سخنه. يبقى احنا حطينا صوص الشوكولاته على الكيكه وهي سخنه، وصوص الشوكولاته سخن معانا، الكوسه هنا سخنه ولكن الجبنه هنا من الثلاجه، حطيناها كده زي الفل. دي اكله كمان خلصنا منها. تعالوا شوفوا مع بعض الرز بقى ايه حكايته. معانا الرز اهوت، قصدي الفراخ، استوت على النار، سايبها عايشه مع نفسها بالشكل ده كده، ما فيهاش اي توابل غير الثوم والليمون والبصل. يلا بينا يا زيزو، هو ده الفراخ بالشكل ده كده. ننزل بالصويا صوص ونسيبها تغرق في الصويا صوص، خدت طعم الصويا صوص بالشكل ده كده. كمان هي عايزه دولت، ونسيبها كده مع معلقه فلفله حلوه، شويه رز تاكل صوابعك وراهم، ونسيب دول نقلبهم كده اهو. الرز معانا هنا بيكون تقريبا مرحله السوى خلاص. شفت الرز الدجاج اهوت زي الفل، الله. الاكل ده انا بحبها قوي على فكره، لها طعم مميز كده، مش كل يوم رز بالكاري او دجاج بالكاري. استنى عليها تاخد غلوه. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ الله عليك وعلى والديك. نجهز طبق الغرف بتاع الرز، مكانه هنا حلو. باخد شويه الخضره دول بحطهم على الفراخ حلو. اوعى ايدك تيجي على الملح ارجوك، ولا الرز تحطي له ملح. الصويا صوص كفيله تقوم بدور تظبيط الاكله حلو زي الفل. هنعمل ايه؟ نقلب كده. عايزاها سبايسي قطعي فيها ارض فلفل حار، مفيش اي مشكله. التقليبه دي مهمه، الفراخ هنا طعمها حلو قوي اهي. شفت شفت اهي،
مخرجنا الجميل اهي. مش عايز اقول لك، مش عايز اقول لك الامانه. على فكره نقدر نعملها، ده طبقه تشاينيز مع مكرونه نودلز نسلقها او تتسلق في قلبها، تبقى التشيكن مع النودلز من المطبخ الصيني. حطينا معاها مكرونه سباكيتي يمشي الحال. الحاجات دي انا بقولها فرصه يعني ان احنا مع بعض بنتكلم وشايفين صوره على الشاشه تعني مليون كلمه بتفاصيلها. لما بقول تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد في اللي احنا شايفينه على الشاشه، تفاصيل مع فرسان التلفزيون المصري مخرجنا الجميل المبدع. حلو، الطعم هنا طعم الصويا صوص. اوعى بقى تجيب سيره للكمون هنا ولا الكزبره ولا اي توابل خالص، زي ما انا عملت كده حطيت فلفل اسود، حطيت الصويا صوص والثوم والبصل واسيبها كده على النار. اخد الرز بتاعنا الجميل الغاوي، الغاوي يقدم الرز والدجاج جنبه، الغاوي يغرف الرز بوله حلوه كده زي داوود باشا ويحط الصوص ده في جنبيها. ولكن الاكله دي انا بحب اكله مع بعضه كده رز مصري اتسلق في ماء مخلوط بقليل من الخل والليمون. يعجن مين يا راجل طيب؟ ده هو لسه عايز يكمل شويه سوا. ونقلب دول كده. الله على الاكله دي. صحيه؟ دي بنسبه كام يا مغازل؟ يعني هي بنسبه 90%. طب ال 10% راحوا فين؟ الرز غني بالكربوهيدرات والنشويات. وبعض دكاتره التغذيه او دكاتره البطنه مثلا ينصحوا في مشاكل صحيه يقول لك ابعد عن الكربوهيدرات والنشويات دلوقتي فتره معينه يعني. بس عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. دول ال 10%. ولكن للامانه رز مسلوق بريء زي ده كده اعتقد مفيش اي مشكله منه. انا في اليوم لو ما اكلتش رز يبقى انا ما اكلتش. اكل معلقتين باكل ثلاثه، بس انا عامل رجيم قاسي الايام دي يعني، ونزلت 10 كيلو في اسبوع واحد. نعم يا ست الكل. رؤيا يا فندم؟ روح حاضر يا فندم. خلينا ناخد الرز زي ما هو كده بالشكل ده كده نغرفه مع بعض. يلا بينا. هو ده الفراخ، هتدور عليها بالمعلقه. كنت انت شايف فراخ دلوقتي على الشاشه، راحت فين بعد كده؟ الله، شويه رز زي ما قال المغازي حكايه بصراحه. انا على السفره دولت تخلصهم كلهم. طب دول عدلهم ايه؟ عدلهم طبق سلطه خضراء تحتوي على الخيار والجرجير والخس اللي هي الخضروات الورقيه، ما فيهاش طماطم. لازم السلطه دي ما يكونش فيها طماطم. علل ولماذا ما ينفعش سلطه الطماطم جنبيها؟ لازم يكون خيار وجرجير وخس. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. دايما بقول الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. من مطبخك، من تلاجتك، من مشترياتك اللي موجوده في البيت. تصحي الصبح كل يوم حد من كل اسبوع، تخش المطبخ مع الشيف المغازي هتعملي اكل صحي بنفس المدرسه. رؤيه فن ابداع اكل صحي. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.